ازيكم يا شباب؟ احنا في الفيديو ده هنحل أسئلة Lesson 2 في Chapter 1. أول question معانا بيقول إن عندي 3 resistors are connected in parallel، 3 resistors متوصلين parallel، ولي لو واحدة منهم equal 1 ohm، ده معناه إن الـ R total أو الـ R equivalent هتبقى أكيد قلنا less than 1 ohm، أو بمعنى أصح كنا بنقول إيه؟ إن الـ R equivalent هي أقل أو أصغر من أصغر resistance، فلو أصغر resistance ب1 أو واحدة فيهم 1 أكيد الـ R equivalent هتبقى less than الـ 1 ده. طيب question 2 بيقول 3 resistors have a resistance of 40 and 60 and 120 ohm, so their total equivalent resistance when connecting them. أول حاجة بيقول لي in series، فin series دي هناخد R1 plus R2 plus R3، وبالتالي يدينا الـ R equivalent اللي هو هيبقى الـ 40 والـ 60 والـ 120 يدينا 220. طيب لو وصلتهم in parallel عندنا الـ rule بتاعتنا بتقول إن 1 over 40 plus 1 over 60 plus 1 over 120، واللي يطلع هنشقلبه أو هناخد الـ inverse بتاعه ونشوف الـ answer تطلع بكام. وهنا الـ answer طلع بـ 20. أوكي الكويشن اللي بعده بيقول لي the observer represents a part of an electric circuit which of the resistors whose removal from the circuit leads to increase. بيقول لي انهي واحده لو شلناها هتزود الريزيستنس. طبعا احنا عارفين ان البارال كونكشن بيقلل الريزيستنس والسيريس كونكشن ده بيزود الريزيستنس، فانا لو عايز اشيل واحده عشان ازود ريزيستنس اكيد هفك البارال ده اشيل R2 او R3. تمام، فالانسر هنا عندي هو بيقول لي R2 بس. الكويشن اللي بعده بيقول لي عندك كذا او عندك 3 resistors the resistance of each of is 1 ohm. بيقول لي عندك 3 resistance كل واحده ب 3 ohm، فبيقول لي وصلناهم 4 different methods، وهنجاوب على الـ questions اللي تحت. اول سؤال تحت بيقول لي انا عايز اللي يديني 4.5. طبعا 4.5 اكيد مش هروح للـ parallel دي، لان الـ parallel دي اصلا احنا قلنا عندنا رول بتقول ان الـ R over الـ N لو انا عايز الـ R equivalent، فبالتالي عندي 3 والN بتاعتهم هما برضو 3، يبقى الـ R هنا بـ 1 ohm، هنا الـ R هعملهم بلس فتبقى 9 ohm، هنا طبعا الـ 3 دي والـ 3 دي parallel فهيبقى 1.5 بلس 3 دينا 4.5، وهنا هاخد 3 و 3 يبقوا 6 لأن هما series، والـ 6 دول اللي فوق مع اللي تحت هيبقوا parallel فيديني 2. فطبعا لو أنا عايز الـ 4.5 أكيد هروح هاخد C، ولو أنا عايز الـ 2 هاخد الـ D، ولو انا عايز ال1 هاخد A بس كده. اوكي الكويشن اللي بعده نمبر 5 بيقول لي what is the equivalent resistance between two points A and B. فهتي جايب لي two points A and B، بيقول لي انا عايز اعرف ال total equivalent resistance بتاعتها. تعالى نمسك اول سؤال ده، تعالى كده نجيبه على جنب ونحله مع بعض. اول حاجه انا بحاول افك البارلل، تمام؟ انا شايف ان دول كده مع بعض بارلل هيدوني رقم معين، ودول مع بعض كده بارلل هيدوني رقم معين، وفي الاخر هيتبقى لي ال 4 دي، بعد كده الواحده اللي مكان ال 30 وال 15، وبعد كده الواحده اللي مكان الريزيستنس الثلاثه دول. تمام، فال 4 دي تنزل زي ما هي، ال 30 وال 15 نحسبها كالكوليتر ونشوف. هنلاقي ان ال 30 وال 15 دول ب 10، وهنلاقي ان ال 6 وال 12 وال 4 وال 4 دول بالرول بتاعتنا هيطلعوا ب 2، بالتالي دول مع بعض يبقوا سيريس، السيريس دول يدونا 16. اوكي الكويشن اللي جنبه بيقول لي المنظر ده شايف ايه الايكوفلنت ريزيستنس بتاعته. قلنا يا شباب دايما بنبتدي من ابعد اثنين ريزيستنس، فانا عندي الاثنين دول مع بعض كده يبقوا بارلل، فالشكل لما اجي اعمل سمبليفيكيشن كده ادي الاي نازل هنا كده 15، وبعد كده في هنا 1، وهنا هتبقى الواحده اللي هي مكان ال 3 وال 6، فاللي مكان ال 3 وال 6 دول هيبقوا 2، وانا عندي هنا 1 وعندي هنا 15. طبعا انا شايف ايه؟ انا شايف ان انا عندي ال 1 وال 2 دول ايه؟ سيريس، وبالتالي ممكن اشيلهم واعمل مكانهم واحده بكام؟ ب 3. يبقى انا عندي ده كده هنا كان 15 زي ما هو، وديت هنا ب 3، هاخد ال 3 مع ال 15 بارلل فيديني ال resistance اللي انا عايز الاقيها، وتطلع الانسر عندي 2.5. اوكي question اللي بعده نمبر triple i
برضو نفس الفكرة، هنبتدي نشوف مين مع بعض. أنا شايف كده لو جينا عملنا زوم كده عشان تشوفوا معايا، الفايف والسيفن دول مع بعض سيريس، والسيفن والفايف دول مع بعض سيريس، وتعالوا نعمل سمبليفيكيشن بعد كده نكمل حل. أدي عندي الفور أهي، بعد كده قلت هنزل هنا هيبقى عندي اتنين مع بعض، هنزل الفايف والفيفتين كل واحدة فيهم، قصدي الفايف والسيفن كل واحدة فيهم هتنزل ب 12 لأن هما سيريس. أدي 12 وأدي 12 والأخيرة دي هنا عندي ب 3، وعندي الفور دي والفور اللي فوق. طبعا واضح أوي إن ال 12 مع ال 12 مع ال 3 دول بارالل، فبالتالي هنعمل كده أهو، أدي الفور دي تنزل ودول كده اللي هيتبقى منهم يبقى هو ده اللي إحنا عايزينه. والفور دي أنا عندي فور هنا وفور هنا، ال 12 مع 12 مع ال 3 بارلل يدينا 2، فيبقى عندي دول كده مع بعض. طبعا واضحة قوي إن أنا هنا عندي دول مع بعض إيه، سيريس كونكشن، 4 و 4 و 2 يدونا 10. أوكي، فالأنسر هنا تبقى بإيه، 10. الكويشن اللي بعده ده رخم شوية أو يعني طويل شوية، تعال كده نشوف مع بعض. طبعا لو جينا وقفنا على البوينت دي انا شايف ان الايتين دول والايتين اللي تحت دول مع بعض بارلل، ولكن ايه الدليل؟ تعال نشوف هنا، لو الكرنت داخل هنا هيديفايد كده وكده، هيتقسم هنا فوق وتحت، ده هيفضل ماشي كده 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 كده، ويجوا يتجمعوا هنا، وده كذلك برضه هينزل كده ويجي يتجمعوا هنا. طالما يا شباب الكرنت دخل من بوينت وخرج من بوينت تانية وانا عندي تو ريزيستنس دول، يبقى دول اكيد مع بعض بارلل. تمام، يبقى انا كده ممكن ارسم واحده مكان الايتين والايتين دي يبقوا بارلل مع بعض. تعالوا كده نرسم مع بعض، ادي ال 12 دي تنزل زي ما هي، وال 5 اللي فوق دي تنزل زي ما هي، وال 1 ده ينزل زي ما هو، وال 9 اللي تحت لسه ما جاش جنبها، وعندي هنا كده واحده ب 2، وهنا قلنا هنحط مكان ال 18 وال 18 واحده مكانهم. طبعا ال 18 مع ال 18 قلنا لو عندنا اتنين ريزيستنس ايكوال لبعض بناخدهم ديفايد النمبر بتاعهم هم باتنين 2، يعني يبقى 18 اوفر 2 دينا 9، يبقى دي كده 9 ودي 2 زي ما هي ودي 7. طيب دلوقتي انت شايف ايه؟ دلوقتي انا شايف ان ال 2 مع ال 9 مع ال 7 دول كلهم مع بعض سيريز. تمام، فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن امسح الثلاثه دول احط مكانهم واحده بكام؟ ب 18. تمام، نرسم مكانهم واحده كده تبقى ب 18، وعندي دي كانت موجوده في 9. طيب الواضح، الواضح برضو ان الاثنين دول مع بعض بارلل، فهنمسحهم ونرسم مكانهم واحده بس. اوكي، طبعا على الكالكوليتر بقى روح انت احسب ال 18 وال 9 يدونا 6. طيب دلوقتي الواضح، الواضح عندي ان ال 5 وال 1 وال 6 دول مع بعض ايه؟ سيريس كونكشن، فنقدر نطيرهم 5 1 ادينا 6 و 6 تاني يبقوا عندي ب 12، نروح نرسم مكانهم واحدة ب 12. طبعا آخر حاجة واضحة قدامي إن الاتنين دول مع بعض إيه؟ بارلل، فيديني واحدة ب 6 بس كده. آدي الإكزامبل ده كمان خلص. أظن الدنيا سهلة، ما فيهاش، مش صعب أوي ولا حاجة يعني. أوكي، نيجي للكويشن اللي بعده. في نمبر في او ويتر في، لو انا جيت بصيت كده بعناية هشوف ان دول كده ماشيين مع بعض سيريس كونكشن، فانا ممكن احط مكانهم واحده ب 12. خلونا نرسمها، ودايما كده قلت لكم ده لازم طريقه ان انت ترسم وتبتدي تمسح عشان الدنيا توضح قدامك اكتر، لكن فكره ان انت تفضل تبص بعينك كده وفاكر انك هتعرف تحل ده يعني مش هيحصل الا بقى لو انت بقيت ايه، مهندس كده ولا مدرس في الفيزيكس، فساعتها نبقى نتكلم بقى. قلنا عندنا دي 6 وعندنا دي 6 وعندنا دي ب 12 وعندنا دي 9 وديت عندنا هنا ب 6 وديت ب 12 وديت ب 12. طيب نعمل ايه هنا يا شباب؟ انا قلت لكم واضح ان دي كده مع دي كده سيريس كونكشن، فنيجي كده نمسح الكلام ده كله ويبقى عندي 6 و 6 يدونا 12. تمام، فنقدر نعمل مكانهم كده واحدة ايه ب 12. طبعا أول ما رسمت كده وضحت إن دي مع دي كده ايه parallel connection، فنقدر نطير الكلام ده ونحط مكانهم واحدة بكام؟
طبعا 12 مع 12 فرق الكونكشن يدينا واحدة بكام؟ ب 6. تمام. طيب بعدين ايه اللي خدت بالي منه؟ خدت بالي ان انا عندي ال 6 دي وال 6 دي مع بعض سيريس كونكشن، فنقدر نمسحهم نحط مكانهم واحدة 6 و 12 يدينا 18. نرسم كده واحدة هنا 18. طبعا واضح قدامي دلوقتي ان ال 18 دي مع ال 9 بارلل، فنقدر نرسم مكانهم واحدة. طبعا الناس اللي ناسية، احنا قلنا ممكن نعمل 18 باي 5، الباي على الديفايد يبقى 18 باي 5، واللي يطلع نعمله ديفايدد البلس بتاعهم اللي هو يبقى 20. ال 18 مع ال 9 معلش شباب، 18 مع ال 9 يبقى 18 باي 9 على او ديفايدد 18 بلس 9 يدينا 6. يبقى انا كده هعمل هنا مكانهم واحده بكام؟ ب 6. طبعا دلوقتي واضحه قدامي ان ال 6 دي مع ال 6 دي سيريس كونكشن، فنقدر نمسح ونحط مكانهم واحده وبينهم هما سيريس، يبقى 6 و6 يدينا 12. طبعا دلوقتي واضح قدامي ان دي ودي مع بعض بارلل، فيديني واحده ب 6. بس كده. الكويشن اللي بعده ال VI، واضح يا شباب من قبل ما اعمل اي حاجه في الرسمه ان دي كده مع دي، ال 30 مع ال 24 سيريس كونكشن، وال 50 مع ال 30 سيريس كونكشن. انا على طول كده هرسم مكانهم واحده بس عشان ما نقعدش ناخد وقت كتير. انا دلوقتي رسمت مكانهم واحده ال 30 مع ال 24 ب 54، والناحيه التانيه عندي 50 و 30 دول ب 80، وهنزل الباقي كله. دي عندي ب 20، دي 14، دي 27، ديت عندي واحده هنا ب 12، وعندي واحده هنا ب 2، عندي هنا واحده ب 3، وفي بس واحده جايه كانت زياده احنا رسمناها تحت، دي مش موجوده، دي خلاص خلصناها. طيب نكمل دلوقتي بقى. دلوقتي انا واضح عندي ان انا، لو انتوا واخدين بالكم من حاجه، ان انا عندي ال 54 دي مع ال 27 دول بارالل كونكشن، وبالتالي اقدر اخدهم مع بعض بارالل كونكشن. فنعملها مع الكمبيوتر 54 باي 27 ديفايدد ال 54 باي ال 27، الكالكوليتر يدينا مكانهم ب 1. لا ويت، ال 54 باي 27 ديفايدد ال 54 بلس ال 27 يدينا 18. يبقى كده انا ممكن امسح دول واحط مكانهم واحده ب 18. اوكي. طيب طبعا واضح قوي قصادي خلاص ان اكيد ال 18 دي مع ال 12 دول سيريس كونكشن، فهتبقى ممكن اشيلهم واحط مكانهم واحده ب 30. طيب الناحيه الثانيه كذلك برضو، لو انت واخد بالك انا واضح عندي ان ال 20 مع ال 80 دول بارال كونكشن، فاقدر اشيلهم واحط مكانهم واحده واحده ب 16، فنقدر نشيلهم كده ونحط مكانهم واحده ب 16. طيب طبعا واضح قوي لو انت خدت بالك خلاص بقى ان ال 14 اللي فوق مع ال 16 دول ايه؟ سيريس كونكشن، فنقدر نشيلهم ونحط مكانهم واحده ب 30. طيب نيجي بقى للحته دي بقى، يجي حد يقول لي انا شايف ان ال 3 دي مع دي سيريس، اقول لك لا، بص كده على البوينت دي والبوينت دي. لو الكرنت مثلا طالع من هنا كده ماشي كده راح عند البوينت دي، هي ديفايد كده وديفايد كده، التو برانشز اللي بيديفايد فيهم الكرنت دول بالنسبه لي اللي باخدهم بارلل مع بعض. يبقى انا كده عندي 30 وال30 دول ايه؟ بارلل مع بعض. فنقدر نمسح كده ونحط في الاخر واحده
15. دلوقتي بقى طبعا لو مشينا نمشي كده في كده في كده في كده في كده في كده في كده كده، واضح كده ان ده كله مع بعض ايه سيريس كونكشن، فيبقى ال 2 مع ال 3 مع ال 2 ب 5 مع ال 15 يدينا 20، وتبقى الانسر معانا ب 20. تمام. الكويشن نمبر 6 بيقول لي هات لي الايكوفالنت ريزيستنس لو الكرنت يعني او عندي بوتنشال ديفرنس بتوين A ام B. يعني من الاخر بيقول لك اعتبر مثلا الكرنت داخل من A هيخرج من B او العكس. تمام. طيب انا قلت دايما بنبتدي من عند ابعد تو ريزيستنس او من ابعد ريزيستنس يعني، فانا شايف ان ال5 وال5 من تحت دول يدونا 10، ولكن تعالوا نرسمهم ونحلهم مع بعض عشان نقدر نمسح براحتنا. طيب مع بعض كده يا شباب، احنا شايفين قلت لكم ان ال5 وال5 دول مع بعض سيريس كونكشن، فنقدر نطيرهم كده ونرسم مكانهم واحدة وتبقى ب واحدة ب 10. طيب طبعا واضح قوي ان ال 10 دي مع ال 10 دي بارلل كونكشن، فنقدر نمسح منهم نمسحهم هما الاثنين ونرسم مكانهم واحدة ب 5. تمام. طيب طبعا اول ما جيت دلوقتي واخد بالك ان احنا ممكن نطير دي مع دي كده سيريس كونكشن، ونقدر نرسم مكانهم واحدة ب 10. طيب وبعدين انا شايف ال 10 دي مع ال 10 دي بارلل، فنقدر نطيرهم ونرسم مكانهم واحدة ب 5. طيب كده واضح ان ال 5 دي مع ال 5 دي سيريس كونكشن، فنقدر نمسحهم ونرسم مكانهم واحدة ب 5 ب 10 معلش. طيب اخر حاجة دول مع بعض بارل كونكشن، فنقدر نطيرهم ونرسم مكانهم واحدة ب 5. طبعا الكرنت داخل من هنا كده من عند البوينت دي خارج من عند البوينت دي، فالكرنت لما يجي ديفايد يمشي كده 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 كده، وده يتجمع هنا ويطلعوا، فده معناه ان ال5 اللي تحت دي مع ال5 اللي تحت دي ب 10 اللي هما سيريس كونكشن، واللي هيطلع مكانهم هيبقى بارلل مع ال10، فيدينا في الاخر الانسر ب 5. تمام. طيب المره اللي بعدها بقى بيقول لي طب من بي لسي. تمام. فدي برضو محتاجين نرسمها تاني بعد كده نرجع نتكلم في الجزئيه دي. طيب تعالوا كده نشوف هنا، بيقول لي انا عايزك الانبوت يبقى مثلا من عند بي ويخرج من عند سي، فده معناه ان الكرنت مثلا هيمشي كده يديفايد كده وديفايد كده وديفايد كده، الكرنت ده هيمشي فوق كده ينزل هنا يديفايد، مش هيديفايد هيجي هيتجمع عند البوينت دي البوينت دي، وده هيمشي كده يتجمع عند البوينت دي، وده بعد ما يديفايد تحته يكمل رحلته كلها هيتجمع هنا عند البوينت دي تاني. فواضح كده من قبل ما ننزل على الجزء اللي تحت الصعب ده ان ال 10 هنا مع ال 5 هنا دول سيريس مع بعض، نرسم مكانهم واحده ب 15. ادي واحده هنا كده 15، بعد كده ننزل تحت طبعا زي ما احنا عارفين ال 5 وال 5 يدونا 10، نرسم مكانهم واحدة ب 10، نلاقي إن إحنا عندنا ال 10 دي وال 10 دي بارل مع بعض، نشيلهم ونرسم مكانهم واحدة ب 5، وبعدين دي هي 5 كده. طبعا ال 5 دي مع ال 5 دي دول سيريس كونكشن، نقدر نطيرهم ونرسم مكانهم واحدة ب 10. وآخر حاجة ال 10 دي مع ال 10 دي بارل فيدينا 5. طبعا لو انت واخد بالك في هنا 5 وهنا في 5 جنبها، يبقى مع بعض ايه سيريس كونكشن، فنقدر نطيرهم ونرسم مكانهم واحده ب 10. وبعد ما نرسم واحده ب 10 دلوقتي بقى دي اللحظه دي بقى انت شايف ايه؟ انا شايف ان الثلاثه دول مع بعض هم بارل كونكشن، ونحسبها كالكوليتر بقى وخلاص كده خلصت المساله، وتطلع الانسر عندنا 3.75 وهي دي الانسر.